اللي يشوف الفلوس والمكافآت اللي انت بتاخدها من الراجل ده ما يشوفش المخاطر والأهوال اللي بتشوفها معاه في الشغلانة دي. كويس انك شفت بعينيك عشان تتعظ وتبطل قر. تركز بقى شوية عشان ربنا يكرمك. الله، الأوضة دي حلوة قوي يا سيد. الواحد في مصر كان عايش في طرنش. اه بس هنعمل ايه بقى؟ أوضة قتيلة سمعة. سيد! سيد! نعم. أنا الأوضة دي اللي فيها القتيل دي. اللي احنا فيها دي يا حبيبي، أوضة قتيلة سمعة. سيد! والله النور يا سيد! سيد! والله! ده ده المراية. طب خدني جنبك يا سيد. السرير فين؟ ايه ده، انا مسؤولكم كحل ولا ايه؟ فرحات متولي، فرحات شواحك فل شويش. نوم العوافي يا اخويا. قوم يا عم وقوم صاحبك، جالك افراج صحي وهو كمان عنده زياره. بتتكلم بجد يا شويش؟ يا فرج الله، يبقى الجواب اللي انا بعته لاولاده من وراك جاب نتيجه. ميتو متولي، قوم، جات لك زياره. ميتو ميتو ماله ده؟ نومه تقيل، عاوز له فرقه حسب الله عشان تصحيه. وده وقته يا جدع، قوم. العيال جم جم عشان يشوفوك. ميتو الله متولي. بتصحي مين يا عم؟ صاحبك قابل وجه رب كريم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني مات؟ أنا هروح أبلغ المأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله. شد حيلك يا فرحان. لا إله إلا الله. بقى يوم ربنا حقق لك أملك تموت قبل ما تشوفه بتولي. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. الحمد لله على السلامة. يا كوسي الله يسلمك. اخبارك يا حبيبي؟ واحدة واحدة عليا، جسمي ممسمس مش مستحمل. وحشتوني قوي قوي. مالك يابا، انت فيك حاجة تعباك ولا ايه؟ لا الحمد لله يا ابني. سامة معاه حق يا عم، شكلك كده متغير زي ما تكون تعبان. قول لي مالك، حاسس بإيه؟ مفيش حاجة يا وردة، أنا بس عاوزك تاخدي أخوك كده وتوصلوا أنتوا لحد البيت. عيني. وأنت يا أسامة، عاوزك يا ابني تاخدني وتوصلني لحد طرب الغفير عند واحد صاحبي. يا رب الحق اودعك. وانت تعبان كده يابا؟ حق العيش ومال حق. حق العيش ومال. يلا يا ولاد يلا، اوعى تركب توك توك وانت ماشي. وانت جايه تقولي لي ليه؟ وانا مالي؟ يعني مش فارق معاك انه خارج من السجن؟ وانا اللي فكرتك هتفرحي. سبت الفرح لاصحابه يا اختي. هي اللي زيي وعايشه في المورستان ده تعرف الفرح ولا طعم الفرح؟ قومي يلا حضري له لقمه، زمانه زهق من اكل البرش. يلا يا اختي زقي عجلك. الو. ايوه يا دوكش. يا اخويا اتهد، الهي ربنا يهدك. وانا كل ما اقول لك الو تشغلي الاسطوانه المايعه دي. فرحات خرج من السجن. يا اختي بركه، حاطط تلج على قلبك ولا همك؟ ايه يا اختي بركه ده؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ اروح اضربه بالنار؟ فرحات خرج من السجن وجاي على بيته، يعني جاي على هنا. وماله؟ بيته وبيت ولاده. طب وانا اللي بالنسبه له لسه مراته؟ انت بالنسبه له خارج نطاق الخدمه. زبيده، اوعى تخليه يلمسك وديني اقتلك بتهمه الخيانه العظمى، فاهمه؟ يعني اعمل ايه يعني؟ قال يعني صغيرة ومحتاجة النصيحة ومش فاهمة. ماشي، شوف يا ستي، الراجل أساساً ما فيهوش خبطة،
يعني لو زقتي زقتين بعيد عنك نفسه هيتقطع وياخدها من قصيره ويروح ينام في حضن ولاده. ماشي مين ده؟ بينا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يا اخويا. يلا الصبح جه؟ الصبح جه والعصر جه. كويس ان هم سابونا ننام لحد دلوقتي. انا ما صدقت يا سيد الصبح يجي عشان انام. ماشي خليني بقى اصورك وابعتها للباشا عشان يعرف انك مصحصح. الحركات الوطا ده يا سيد؟ ودي تيجي ايه فطيانتك؟ البتاع اللي انت حذفتها لي دي البسها وحصنها. مالك ساهمت ليه؟ عارفه شكل الجوابات دي ولا لا؟ طبعا عارفاها دي. حتى لما بتوصل بياخدها ويقفل على نفسه المكتب. حلو قوي. المره الجايه بقى لما تيجي الجوابات دي عايزه تقع في حجرنا الاول. ناوي على ايه يا سيد؟ كل خير ان شاء الله. ماشي اوعى تنسي اول ما توصلك اديني رنه. حاضر يا سيد حاضر. يا سيد ده هو السكن ده مشترك ولا ايه؟ ما تخافيش طبعي على جوه احنا هنزيد. مين ده يا سيد؟ انا عارف. ايه اللي ملبسك كده؟ في البيت يا سيد؟ نعم. حرام عليك انا كنت خلاص جهزت نفسي. لا لا كفاره يا حاج نورت بيتك ومطرحك. كان نفسي اكون معاك يابا بس انت عارف بقى وحشني والله. اول نازله ليا هنط عليك باراشوت يابا. سلم لي عليا يا سيد. سمعه بيسلم عليك يابا. سلم لي عليا يا سيد. ايوه عندك حق نسيت. سمعه بيسلم عليك يابا. سمعه مين؟ والله عندك حق دخل في حياتنا وحشني. هو كمان بيبوسك ما تزعلش. سلام يا حاج. بقول لك ايه؟ احنا بقينا الظهر وسالم الجرح لا حس ولا خبر. مش غريبه دي؟ ماشي. تسلمي لي يا ورده يا بنتي، تسلم ايدك. تحب اعمل لك شاي؟ لا شاي ايه؟ الحاج تعبان عايز يريح. ولا في ايه؟ اعملوا شاي يا ورده. شاي ايه؟ الله اخوك عنده حق. الجته برضه بتبقى تعبانه وعاوزه ترتاح حبتين. على اذنك وانا بقى. انام معاكم. وماله؟ اسامه ما تشوف اخوك. بابا ينام لوحده النهارده. اتكل على الله يا حاج انت مالكش دعوه بطار. على اذنك يا ورده يا بنتي. اتفضل يا عم. زبدتي. انت بتقفل باب المفتاح ليه يا راجل انت؟ الله مش ده السيم اللي بينا ولا ايه؟ ده بيكون فيه الحتة بتتاب والحتة بتتو بن سكر ولا ايه؟ ايه؟ لا وحشتيني يا زبدة روح أم اللي خلفوني. ما تشوفش وحش يا سيدي. فهمتك. بدل انت على النغواشة دي وتتمنعنا تبقى انت عاوزة تلعبي. وماله؟ نلعب؟ تلعب يا جميل. ده هيبقى فيه بعدها بقى الحاجة بتتا والحاجة بتتو. تعالي يا ولد. لا لا تعالى ايه؟ تعالى يا ولد. تعالى يا راجل. سيبني يا راجل. قفشتك يا راجل. عيب عليك تلم بقى. عيب ليه؟ الله وحشني يا جميل. اشحن لما كنتش